صناعة الأيقونات ورسم اللوحات الدينية هي من الفنون التقليدية العريقة والتي لا يتقنها إلا المتخصصون، غير أن مدرسة بيت لحم للأيقونات تعد الأولى في المنطقة التي تدرب وتخرج الطلبة المحترفين في هذا المجال. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي زارت المدرسة وأعدت التقرير التالي. تعد صناعة الأيقونات من الحرف التي اندثرت في أربعينيات القرن الماضي، فها هي مدرسة الأيقونات الأولى في مدينة بيت لحم، والتي تسعى إلى استعادة العناصر القديمة للتراث المسيحي في الأراضي المقدسة وإحياء مجدها السابق في المقام الأول. هذه المدرسة التي افتتحت قبل فترة قصيرة لإتاحة الفرصة لتعليم رسم الأيقونات البيزنطية، وتضم طلاباً لهم هواية الرسم، حيث تسعى للتعليم من خلال المحاضرات والدورات، والتي تؤدي إلى تعزيز فهم أوسع لهذا الجانب الحيوي من الثقافة المسيحية. ويتم رسم الأيقونات حسب الطلب وفقاً لأعلى المعايير المطلوبة، فهي ليست فقط مجرد تعبئة ألوان أو رسم، بل هي عبارة عن كتابة خطوط متتالية بألوان صنعت من مواد طبيعية لتبرز كلمات الإنجيل المقدس، وكأنها تقوم بدور تعليمي في حياة الكنيسة، والتي تمثل جزءاً جوهرياً في حياتنا. من خلال هذه الألوان البسيطة تعلن الأيقونات الإنجيل المقدس وتوضح تعليم الكنيسة. يعني صعوبة يمكن أنه يفتح الواحد مدرسة أو أنه يكون، لأنه بدك ناس تكون أخصائية أول إشي، تأخذ ناس فهمانة في هذا الشغل، يعني بدها وقت. بعدين الناس يمكن بدها إشي سريع، يعني بحس أنا هون الناس بتيجي وبتروح، ما في عندها جلد أنها تقعد وتتعلم ويكون سنين هذا بده، فأكتر هم بيجوا بيشوفوا هذا الشغل وبيطلعوا، يعني بعرفش مش إشي سهل. ويمكن عندنا نحن يعني الفن وفن الأيقونة يعني إشي قديم ملازم، يعني بعرفش يعني لازم يكون الواحد يحضر حاله لهيك إشي، يعني بده وقت، يعني مش إشي خلص يعني أنا بدي أنا أسوي وأرسم وأبدأ فيها وما يكونش عندي لسه مش فاهم إيش هي، يعني بعرفش. يعني هذه المدرسة منيحة إنه تبدأ تحضر هدول الناس يعني لهذا الشغل، يعني بدها وقت وبدها صبر وبدها صلوات. So I'm Sister Esther, or I'm from France, and I'm living in Holy Land, in the holy place of Emmaus, since 10 years now. And my community saw my skills for painting and asked me to find a place to learn iconography. And I found this place here in Bethlehem 2016. And I'm now graduated from the icon school here, and working on commissions. So why do I do this personally? Well, it's not only a job, it's also a way to express and to share my faith in God and in Jesus, true God and true man. احنا كوني كعائلة مسيحية كتير مؤمنة. امي شجعتني لحتى اتطور في الفن لانه اكتشفت انه انا موهوب في الفن. بس ولكن من ناحية كنسية روحية أكثر من ناحية فنون عصرية، فهذا الشيء اللي خلاني أتشجع أكثر لحتى أكتشف السيد المسيح بحمتي له القوية، وهذا الشيء خلاني أجي وألتجي لهذا المركز. شغلنا في الفسيفساء بيتطور من خلال فسيفساء بيزنطية من الأيقونات، رسومات أيقونية. كمان إحنا بيطلبوا منا من كنائس لحتى ترميم الكنائس عن طريق ترميم لوحات قديمة، ترميم هياكل قديمة، زي مثلا في بيت جالا كنيسة البشارة في بيت جالا رممنا هيكل عمره 170 سنة مهدم من أمير فرنسي. كل اللي بتعلموا اللي في الكورس كل واحد أعطاه موضوع الصلب، موضوع الميلاد، موضوع زيارة مريم، عدة مواضيع هاي احنا نتعلم. بس اشي تاني لما انا بدي اعمل ايقونة بفكر مثلا لأي الشخص اللي انا بدي اعطيه الايقونة، مثلا احفادي، عندي احفاد كل واحد عملت له ايقونة
البنت يعني مريم العذراء، الولد باسمه، ايش اسمه بحمل اي قديس. هي هاي حسب التقليد البيزنطي، ما بنقدرش نغير يعني في ولا في اي شيء ولا في اي تفاصيل. هذه المدرسة الفريدة من نوعها، تهدف إلى تمكين الطلبة إلى هذه الرسومات برؤية مهنية عالية، وتشجع على تعزيز الشعور بالهدف الروحي المشترك والعمل التعاوني من خلال بحث نموذج الكنيسة الرسولية. I'm Ian Knowles. I'm an iconographer from the United Kingdom. And I founded the Icon School in 2012. So when the baby Jesus was born, for the first time in human history, God could be seen. And not only that, it was through the eyes of this little baby, this human baby, that God looked at us. The purpose of the school is to not just to teach people to do iconography in a general way as a hobby, but it's to train people to be professionals so that they can make a living from their work and contribute icons of the highest quality to the international community. So many people want to come to Bethlehem to visit the holy places, and they want to take something from here back with them. So we want to build on that by being able to make icons which will grace churches around the world and really give them a real good experience. وحقيقة احنا بلشنا هون لما ايان اجا من ايان نولز مؤسس المركز، اجا من انجلترا ورمم كنيسة مار نيكولا في بيت جالا. حس انه هون ما في مدارس لتعليم الرسم ولا لتعليم رسم الايقونات من مرة، فبلش يعطي دورات في دير عمانوئيل. بعدين اخذنا المركز هون وبلشنا فيه، بلشنا بديسمبر 2014 فيه. وإحنا هدفنا إنه نساعد المسيحيين هون في الأرض المقدسة إنهم يتعلموا هذا الفن، وكمان يعيشوا من وراه ويستفيدوا من أجله. فهلا إحنا هدفنا هون بالمركز إنه نساعدهم يتطوروا، وكمان عنا فرق بتروح على الكنائس حتى ترممها. يعني بالصيف طلعنا على تشفيلد في إنجلترا، رسمنا 3 أيقونات هناك. وقبل أسبوع أنهينا حقيقة ترميم الهيكل في كنيسة البشارة في بيت جالا. وهذا هو هدفنا، هدفنا أنه مش بس نضل محليين، نكبر ونطلع أكتر. للنورسات مارلين الحدوة من مدرسة الأيقونات بيت لحم.